مباشر على طول علي صالح. علي صالح شفناش منه خطوره، طلع النصر على الاوفسايد، خطيره خطيره والعرضيه والهدف والهدف اوفسايد قبل. شوف النصر طلع ظبط الاوفسايد ظبطه ممتاز، فريق رهيب جدا. شوف وقع كم واحد في التسلل، حتى اللقطه دي بتدل على الهارموني والانضباط. شوف طلعوا ازاي كلهم مع بعض، في حاجه متفقين عليها. شوف طلعوا كله طلع في وقت واحد، كله طلع في وقت واحد، وفي خمسه لعيبه او اربع خمس لعيبه وقعوا في الاوفسايد بالنسبه لفريق نادي الوسط. خط ال 18 طبعا بيسهل كتير قوي على الخط الخلفي ان هم يلعبوا الاوفسايد، يعملوا اوفسايد جيم، وعملوها حلو قوي وظبطوها ظبطه كويسه جدا، ظبطوها ظبطه كويسه جدا. دي زعلانه طبعا من الاوفسايد، خلاص مش هنحسب عليك اوفسايد تاني، زعلانه من اللقطه الاخيره. وادي احمد سالم، وادي القرار، نادي بيتكلم على حاجه بسيطه قوي. شوف الكوره، احمد سالم بيشيك مع الفار، مساعدين زي ما قلت لحضراتكم موجود معاه في الفار عيسى خليفه وياسر المرشدي مساعد الفيديو. ادي احمد سالم لحظه لعب الكوره، وادي احمد سالم بيتكلم على المسافه وبيشوف الخط بقى هل فعلا في تسلل على نادي الوصل ام لا. ادي احمد سالم، ماتش محتاج هدف، نستمتع حتى بالربع الاخير، نستمتع بالربع الاخير. نصر يتقدم، الوصل يتقدم، كلهم حبايبنا، لكن التعادل السلبي ما بيديش طعم كبير للديربي، وما يديش اثاره كبيره للديربي، وما يديش تخلي عن الادوار التكتيكيه بالنسبه للاعيبه الفرقتين اللي الحقيقه تقال معاهم اثنين مدربين كبار. النهارده شرودر اعلى فنيا، اعلى انضباط، اعلى تمركز، اعلى خطوط متقاربه. ارى نادي الوصل طبعا اللي كل الدنيا تعرف ان في علو كعب طبعا في هذا الموسم عطفا على اداء فريق نادي الوصل في المباريات والجولات السابقه. احمد سالم ربع ساعه اخيره خلاص على شوط المباراه الثاني، شيك مع الفار، شكلها فيها حاجه، ادي هيروح للفار. جول، هدف، هدف للوصل، هدف للوصل. الفار ضيع طعم الجول، لكن على طول ياكد احمد سالم على هدف اللقاء بالنسبه لفريق نادي الوصل. يبقى في غلطه كبيره، في غلطه كبيره من الخروج من تحت لفوق بالنسبه لكشف الاوفسايد لفريق نادي الوصل. اذا في لاعب تاخر، عايزين نشوفها في الاعاده في الفار، عاوزين نشوفها. هارس يتقدم، سابروفيتش يتقدم بهدف اول للفريق الوصلاوي. الله، يتقدم بهدف اول. الوصل عريق يا جماعه، الوصل عريق وانيق وحاجه شياكه. شوف الـ شوف الـ شوف البركه، وشوف الام العظيمه، وشوف التواجد الجميل، وشوف الفرحه، وشوف لحظه خروج لاعبي فريق نادي النصر. في حد فيهم تاخر وضرب الاوفسايد لانه متفقين ان يخرجوا كلهم مره واحده، في حد خرج متاخر وهرس ضرب الاوفسايد، والعرضيه حلوه، والهدف الاول الجميل جميل جميل بالنسبه للفريق الوصلاوي. اذا الوصل يتقدم بهدف ممتع، يتقدم بهدف جميل. اللاعب سيونج يونج جونج، والتكمله الحلوه والعرضيه الجميله والفرحه الحلوه.